حاجه تخوف، حاجه تخليك ما تجريش يا عم، احنا قاعدين على اعصابنا الله يخليك. يعني انا واللي بيتفرج عليا حاليا قاعد على اعصابه، فبلاش تطلع في بالجري كده عشان كلنا هنجري. حلوة الفكرة دي، انت وقف للناحية التانية وانا ازق الشجرة عليك. طب بالله عليكم، ده مش محترف، ده بيهرج يعني، حتى مش خايف، سبحان الله. شوف مستغرب، حتى الشجرة مش حتى الشجرة مش مديهم فرصة ان هم يوصلوا. ايه ده؟ لا لا، الله يبارك لك، لا هعمل لك فيديو لوحدك. يعني المتابعين عارفين ان احنا بنعمل فيديوهات الحاجات الغريبه دي، فاحنا خلينا احنا جايين لحاجه معينه، يعني كله بيتفرج دلوقتي جايين للتعابين، فموضوع الدود والحاجات دي ليك فيديو. وعد مني ظبط كده انت الاكله وانا اعمل لك فيديو. سبحان الله، الشجرة بتنزل تراب يعني. أنا اللي بيجنني في الفيديوهات دي القوة بتاعتهم وعدم الخوف من الحاجات دي. الحاجات دي سامة، أنا متأكد إن الحركة بتاعته دي سامة، فهو بيتعامل بالجرأة دي. في غلطة بتحصل يعني، انت بص بينك وبين شعرة، انت مهما كنت قايس المسافة، زي مثلا انت بتسوق عربية على كده، مهما كان الذكاء بتاعك وقايس المسافة بتاعتك، بس مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. اهو في ثانية، مفيش خوف. اللي بيجنني في اسلوبهم في التعامل مع الحاجات دي الخوف، مفيش خوف، بيعرفوش حاجة اسمها خوف. بإيده يعني، سبحان الله. ده لو التعبان، في نوعية من التعبان، التعابين دي بتبقى بخاخ يعني، ممكن في يعمى في ثانية، في ثانية كده في عينيه هيعمى، مش هيلحق. وبيتعاملوا بكل غرابة معايا دلوقتي، علشان هتشوف الحتة اللي أنا قلت لك عليها، اللي عايزك تشغلها بالبطيء علشان تشوف الذكاء بتاع التعبان وصل لحد فين. ركز معايا، هي ثانية أو ثانيتين بس، شغلها بالبطيء. هي دي، ارجع شغلها بالبطيء وهتعرف ان التعبان بص عليه واستخبى لثانية وريح له. بس عشان الشخص ده محترف، عرف ان هو هيرجع يعني، هيروح لمرة مشي بعد عنه، لكن لو حد مكانه كان زمانه مات. هو تقريبا التعبان ده بيهوش، بس ان الراجل ده تقريبا وقعت عليه الشجرة، فما مش عارف يتحرك يعني. كام تعبان في الشجر ده لحد دلوقتي؟ 2 أو 3. ده ايه شجرة التعابين دي؟
كمية تعابين في الشجرة سبحان الله. يا نهار أبيض على التعبان ده. طب ده يعني ده هتعمل ايه يعني؟ شايفين بيخبي دماغه، بص بيستخبوا لبعض، اقسم بالله بيستخبوا لبعض، ده بيستخبى له عشان ده يوصل، شايفين في ثانية. هذه الغلطة اللي أنا بحكي فيها، يعني هو ممكن يكون رايح له دلوقتي وده واخد عارف، ده شايف. شايف بيتحرك، ده بيتحرك ده معاه. هتقول لي شافه ازاي ورجع له ازاي وخد وضعه على كده في، يعني برضو رجع الحتة دي، معلش رجع الحتة دي وشوفها كده بالبطيء وهتعرف الذكاء اللي فيه التعبان بيتعامل سبحان الله. شكرا تعب بالتعابين. تقريبا القصة مستحيل تكون احتراف فقط لا غير، أكيد الشخص ده بيبقى معاه المصل بتاع التعابين دي. يعني لا قدر الله لو في ثانية مش هيلحق، لا يروح مستشفى. ده في، أنا شفت أو قريت إن في تعابين، نوعيات من التعابين أقل من دقيقة بيكون الشخص خلاص انتهى أمره، أقل من دقيقة يعني مش هيلحق يروح مستشفى ولا يتحرك ولا هنا ولا. فأكيد يا إما الشخص ده معاه المصل، يا اما الشخص ده محترف لدرجة مفيش بعد، يعني بعد كده مفيش حاجة تانية. ان هو يتعامل بالجرأة دي، يا عم ده انت لو بتتعامل مع قطة بتخاف لا تخربشك، فده تعبان يعني. كتير يا عم، ليه خير كتير، كمل خير كتير، لسه بنبص على ايه. يا نهار ابيض على شجرة، الشجرة دي شجرة تعابين تقريبا كده، الشجرة دي بتطرح تعابين. لو ركزتوا شوية هتعرفوا ان الراجل بيلف معاه، بيشوفه منين انا معرفش. رجع الفيديو مرة واتنين وعشرة هتلاقي الراجل ده اتحرك معاه، شافه منين؟ الشكارة التانية خلاص اهي، اتنين تلاتة سبحان الله. عايشين ازاي وبياكلوا ايه؟ يعني مثلا خليكم كل يوم راح لكم فار بالصدفة مثلا، علشان كده في الأماكن القديمة بقول لك ما يعني لو في مكان زي ده بلاش تدي أمان، يعني خلي بالك. والشجر اللي زي كده لو في اي فتحة برضو خلي بالك، وبلاش القصائد اللي بتتكتب، لان في كلا الحالات الحاجات دي انا بحس انك بتأذي الشجرة في نفس الوقت سبحان الله. المنظر بيبقى بحس ان هو اذى، انا معرفش ليه لما بشوف شجرة مكتوب عليها الكلام ده بحس ان انت اذيها فعلا. ايه دي الكمالة دي ولا ايه؟ كمية تعابين جوه الشجرة، أنا نفسي أعرف هما عايشين إزاي أو بياكلوا إيه. المشكلة كلها
انت بتدور على ايه؟ هو شكله بيدور على حاجة تانية. مع الموضوع مش موضوع تعابين برضو كده. الفيديو خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنساش اللايك بتاعك بيفرق كتير، وما تنساش برضو تسيب اسمك علشان ان شاء الله هنقول الفيديو الجاي اللي هو بكرة احتمال يوم العيد او بعد العيد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.